ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير. النهارده عايزه اكلمكم على اهميه شرب الميه. في ناس كتيره قوي ما تعرفش قد ايه اهميه شرب الميه، ولما بسالهم بتشربوا ميه قد ايه بيقولوا لي بنشرب من 3 او 4 كوبايات ميه، مش فاكرين اصلا هم بيشربوا ميه قد ايه. واللي يعرفني كويس هيعرف ان في كلمه مشهوره قوي بقولها، ان الميه سحر، وقد ايه قد ايه شرب الميه بيفرق جدا في صحتنا وفي جسمنا. تعالوا نعرف اهميه شرب الميه والمفروض نشرب كميه ميه قد ايه عشان تبقى دي الكميه المظبوطه واللي محتاجها جسمي. اول حاجه، الميه بتساعد في نزول الوزن او تخفيف الوزن. ازاي؟ الميه لو انا شربت مثلا كوبايتين ميه قبل كل وجبه، بالتالي بحس بالامتلاء وبحس ان شهيتي قليله، وبالتالي كميه الاكل اللي باكلها بتبقى اقل. طالما كميه الاكل اللي باكلها بتبقى اقل، يبقى كميه السعرات الحراريه اللي داخله جسمي اقل. كمان الميه بتساعد على الحرق الدهون اللي موجوده في الجسم. عمليه حرق الدهون عامه بتحتاج لميه علشان تتم. في ناس كتيره قوي ما تعرفش ان هي لو ماشيه على نظام غذائي وماشيه عليه مظبوط وما بتخسش، ان سبب اساسي من ان هي ما بتنزلش في الوزن هو ان هي بتشربش ميه كفايه. عمليه حرق الدهون محتاجه ميه، فبليز اشربوا ميه كويس. تاني حاجه، ان الميه قد ايه مهمه عشان تحافظ على جسمي من الجفاف ومن الارهاق. جسمي اصلا متكون من حوالي 70% من الميه، وبالتالي لازم اشرب قد ايه؟ المفروض اشرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا. كل 30 كيلو جرام في الجسم محتاجة لتر مية. يعني انا لو وزني 60 كيلو مفروض اخد 2 لتر مية، لو انا وزني 90 كيلو مفروض اخد 3 لتر مية. لكن يعني عموما الكمية المفروض اشربها من 8 ل 12 كوباية في اليوم، او 3 لتر تقريبا مية في اليوم. طيب ايه الحاجات التانية المهمة اللي المية بتعملها في جسمي؟ المفروض ان المية مهمة جدا جدا للبشرة وللشعر وللضوافر. ركزوا كده على شرب المية وهتشوفوا في اختلاف كبير جدا في جسمكم وفي بشرتكم وفي شعركم. مية مفيدة جدا جدا لأعضاء جسمي كلها، لصحة القلب والكلى. وفي كمان مرضى مثلا الكلى، المفروض ان الدكتور بيبقى كاتب لهم كمية مية معينة المفروض يشربوها، وبالتالي لازم اخد بالي جدا جدا من كمية المية اللي بشربها. من الحاجات المهمة برضو ان المية بتنقي الجسم من السموم، وكمان بتعلي جهاز المناعة. المية بتعلي جهاز المناعة وبتحافظ على التوازن بتاع جسمي. فبليز اهتموا بشرب المية، المية مهمة جدا جدا، المية سحر.